معي من بيروت عبر الاقمار الصناعيه دكتور سامي نادر استاذ في القانون والعلاقات الدوليه مساء الخير اهلا بك معنا كيف تقرا ما يحدث كوريا الشماليه بعد الحديث بعد المحادثات قالت بانه فوجئوا قال مسؤولون بانه فوجئوا بالموافقه السريعه غير متوقعه من قبل ترامب على الحديث هل اليوم بدانا نشهد تداعيات هذا هذه المفاجاه التي لم تكن متوقعه يعني من قبل كوريا الشماليه بانه اخذت تتمادى نقصد كما يتحدث البعض اليوم اعتقد يعني اننا ما زلنا في مرحله تعزيز المواقع التفاوضيه صحيح ان كوريا الشماليه قبلت بالمحادثات المباشره مع امريكا وهذا بحد ذاته انتصار ولكن يعني لا يمكن التوقع ان كوريا الشماليه سوف تتخلى وبشكل مفاجئ ومن دون اي مقابل عن ترسانتها النوويه وعن التجارب الصاروخيه لانه حتى الساعه لم يقدم احد لا واشنطن ولا غير واشنطن الثمن لكوريا الشماليه من اجل التخلي عن هذه الترسانه هذا اذا في الاصل هي يعني جاده في مساله هذه المحادثات وجاده في مساله التخلي عن الترسانه النوويه ام انها فقط تبحث عن مناوره دبلوماسيه تحاول ان تشتري الوقت وهي اليوم في صدد رسم خدعه دبلوماسيه تماما كما فعل عام 94 والد كيم يونغ اون، اذا هنالك ضبابيه بعد في المساله اولا حول جديه هذه المز... المحادثات او عدم جديتها وفي حال كان الطرفين لا سيما كوريا الشماليه لا. الجاده لم تحصل بعد على الثمن المطلوب ومن هنا الكلام اليوم عن استمرار هذه التجارب النووية ليست سوى مؤشر اضافي الى ان كوريا تحاول ان تجمع كل الاوراق التي في يدها وتعزز موقعها التفاوضي قبل لقاء القمه بين الرئيسين طيب كيف ستعزز هذا الموقع موقعها التفاوضي من خلال الضغط اكثر بموضوع النووي دكتور سامي فقط لانه بالمقابل هي من مصلحتها بشكل كبير ان لا يكون هناك في تصعيد جديد بالموقف وفق حكي حضرتك من من اسبوع من اكثر من اسبوع تقريبا قلت لانه حتى النظام صحية. الداخلي بكوريا الشماليه هو حساس ومتوتر وليس من مصلحته صحيح هذه الجبهه لكيم جونج اون صحيح ولكنه حتى اليوم لم يحصل على اي شيء من الثمن المطلوب وحددنا الاسبوع الماضي ان ما تريده بيونج يونج هو واضح اولا بقاء النظام وهي حتى اليوم لم تحصل على وعد او على التزام ببقاء النظام حتى لو مع العلم ان مجرد اللقاء بين الرئيسين هو اعتراف بهذا النظام ومن هنا قلنا ان اللقاء بحد ذاته هو انتصار ولو رمزي لكوريا الشماليه. ثانيا تريد رفع العقوبات الاقتصاديه وهذا شيء مهم وحتى اليوم لم يتم هناك اي اشاره من واشنطن أن هذه العقوبات سوف ترفع لا بل قامت بواشنطن بتصريح أن لن توقف العقوبات الاقتصادية ثالثا تريد بيونغ يانغ انسحاب القوات الأمريكية من شبه الجزي الجزيرة الكورية وفي هذا المطلب تلقى الدعم الصامت من قبل الصين إذن مدالت الأمور على حالها مدالت الأمور في مرحلة التحضير للمفاوضات للصفقة الكبرى ان حصلت وان لم تحصل نحن امام يعني نكون امام شيء مشابه لما حدث عام 1994 اي تحاول كوريا الشماليه الشماليه اجراء مناوره دبلوماسيه من اجل محاوله او من اجل الافلات من العقوبات المفروضه م. عليها. في ملفات اخرى الى اي درجه هي تلقي بظلالها اليوم مشتركه بطريقه او باخرى بهكذا موضوع بالنسبه لواشنطن دكتور سامي يعني منذ بدايه هذه الازمه فيما يتعلق بنووي كوريا الشماليه كثير حكوا بانه تعامل واشنطن مع هذه المساله سيكون حساسا في موضوع تعاملها مع نووي ايران ايضا لانه هذا سيعطي اذا صح التعبير يعني دفعه الى الامام لايران للتمادي اذا ما سمح لكوريا الشماليه بالتمادي صحيح وهذا يعني ان حصل اللقاء والتزمت كوريا الشماليه بسحب السلاح النووي لا شك أن سوف يكون الأمر تداعياته على المستوى العالمي وعلى مستوى ملفات أخرى لاسيما الملف الإيراني والأهم من ذلك سوف يكون انتصارا لعقيدة ترامب في السياسة الخارجية مفادها أن العقوبات الاقتصادية أن سياسة المواجهة سياسة العصا تجدي نفعا وهذا شيء اساسي بالنسبه لترامب يميزه عن الاداره القديمه التي كانت تحمل الجزره بدل العصا وهذا نعم. التعبير لاداره ترامب أوبا. وهذا مؤسس او شعار مؤسس عفوا اوباما وهذا الشعار مؤسس للانتخابات الامريكيه المقبله بعد ثلاث سنوات يمكن لترامب حينئذ ان يبني على انتصار ولا سيما ان اليوم قد لحق بفريقه السياسي مايك بومبيو وهو ايضا من م. المتشددين وهو ايضا بمن يؤمن بهذه السياسه المحافظه التي تقوم على استعمال على بناء القوه واستعمال القوة واستعمال منطق العصا في مقاربة ملفات من هذا النوع لا سيما الملف الكوري والملف الايراني. انا اشكرك جزيلا، كنت معنا عبر اقمار صناعية، دكتور سامي نادر استاذ في القانون والعلاقات الدولية، شكرا دائما على مشاركتك معنا من بيروت.